صراحة هو يوم تاريخي كما قلت، ولكن أيضا احتفال بواحد المجهودات اللي عرفها الوطن ديالنا منذ القدم. فتاريخ كرة القدم المغربية ماشي يقتصر فقط على ما قدمه الفريق الوطني في قطر في 2022 بوصوله للنصف النهائي. أجل نحن نفتخر بهذا الإنجاز، ولكن تاريخ كرة القدم المغربية هو منذ نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 حتى اليوم. فأنا كما أقولها دائما، ليس الألقاب فقط هي المهمة، بل أيضا التاريخ وقيم كرة القدم الوطنية التي يفتخر بها المغرب منذ القدم. مثالا على هذا، في عمليات البحث والتوثيق لجمع لا كوليكسيون اللي عندنا هنا في المتحف، وجدنا كوبور دو بريس تتحدث عن مباراة أقيمت بطنجة في نهاية القرن العشرين. طنجة كانت منطقة دولية وكان بها الألمان والإنجليز. إذن يمكننا نفتخروا بالتاريخ ديال كرة القدم ونقولوا أنه المغرب من أوائل الدول اللي وصلتها هذه الرياضة المشهورة عالميا، والمتحف اليوم ديال كرة القدم هو شاهد على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. فالإحساس ديالنا احنا فخورين أولا بهذا المولود الجديد اللي هو المتحف ديال كرة القدم المغربية. هذا المتحف اللي اليوم غادي يصبح تورات من التراث ديال المملكة المغربية، خاصو ومزين خاصو مازال يتزين ان شاء الله بالالقاب في هذه السنوات القادمه. وانا متفائل ان شاء الله. لماذا؟ لانه الكل كيعرف ان المغرب اصبح كيتوفر على واحد يعني بنيه تحتيه رياضيه كبيره، هناك اهتمام ملكي مولوي كبير بالرياضه، كذلك عندنا منتخب في المستوى، غننظموا كاس افريقيا في 2025 في المغرب ان شاء الله. فتكون يعني اول تيتر باذن الله اللي غادي نزينوا بهذا يعني هذا المتحف. وكذلك ما نساوش الدور ديال الفرق الوطني المغربيه، الالقاب ديالها كذلك اللي زينت هذا المتحف. وكنظن بانه خصنا نكون متفائلين ان شاء الله بهذا المولود، غادي يعطي واحد الاضافه، غيحفز اولا الفرق يعني المنتخبات الوطنيه او الفرق الوطني باش يحقق القاب، وكذلك غيعطي واحد الفرصه للوليدات باش يعرفوا الرياضه والرياضيين اللي دازوا في كره القدم على المستوى الصعيد الوطني او لا الدولي. يكونوا على واحد الفكره، كاين صور كاين لقطات، وبالتالي فالهدف منه هو الصيانه والحفظ ديال الذاكره الرياضيه الوطنيه المغربيه بامتياز ان شاء الله. وكنظن هذه بادره كبيره. فانتم اليوم فرانشمون لا فيدراسيون دارت غران شوز بور لو فوتبول ماروكان في المتحف في المغرب جامعه. كنظن فرانشمون كنتسناو هاد لوكازيون باش يكون عندنا متحف في المغرب، وكنقول هذه بدايه لان الجامعه دارت المتحف، ولكن كنتمنى من الفرق المغربيه ديال المتاحف حتى هي، لان كاين شفنا اليوم الصور تاريخ التاريخ، شفنا صور ديال الناس اللي لعبوا قبل منا، شفنا تقمع بعد الكؤوس، شفنا كتب، الحمد لله كاين تصوير. كنتمنى من الله بيان سور المزيد في هذا الشيء اللي الان الجامعه كدير المجهود ديالها على كرة القدم، وحنا فرحانين كلاعبين قدماء. كنشوفوا الصور ديالنا، كنشوف انا عطيت المايو ديالي للمتحف، سي نورمال ساهمت انا في الفريق مع الجامعه. وكنتمنى من الله الفرق المغربيه، كنتمنى بان الفرق المغربيه خصها تدخل دير المتاحف ديالها، لي زيستوار ديالها، لي كوب ديالها، وكاين الكؤوس، كاين الحمد لله الفرق اللي عندها بزاف اللي دخلت في التاريخ. وكنتمنى من الله الفرق بعد المغربيه تنقولوا على البطوله الاولى، الناس بدات دير بعد البادله، الوداد، الرجاء، الفرق الاخرى
دير، لان هذه شي حاجه كبيره في كره القدم، وحنا فرحانين لان هذه شي حاجه منتوج مغربي الحمد لله، والناس تجي تشوف ليستوار ديال المغرب. لا هذا